أطلقت الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال حفل خاص شهيدته الشيخ أبو دور بن سلطان القاسمي رئيسة الجامعة برنامج الفنان المقيم بهدف إثراء البيئة الإبداعية والثقافية في الجامعة عبر استقطاب فنانين محترفين وناشئين من جميع أنحاء العالم وتوفير بيئة داعمة لإبداعاتهم الفنية. وينظم الفنانون المقيمون من خلال البرنامج ورشات عمل وعروضا تقديمية ومحاضرات لمجتمع الجامعة الأمريكية في الشارقة وللجمهور، كما يقدم الفنانون الإرشاد والتوجيه للطلبة ويتعاون معهم في المشاريع العلمية ويشاركون في نقد أعمالهم بغرض التحسين والتطوير. وأشارت الشيخ أبو دور القاسمي في كلمتها إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة الأمريكية في الشارقة لتجارب الحياة الواقعية التي تعزز وتحفز ما يحدث داخل قاعات المحاضرات وأماكن الدراسة والمكتبات، مبينة أن التواصل المباشر بين الطلبة والفنانين المقيمين سيخلق لحظات من التفاعل الإنساني الذي يتجاوز النظريات ويسهم في تحفيز ذكريات الطلبة. ورحب الدكتور تود لورسون مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال الحفل بالفنانين المقيمين في دفعة البرنامج الأولى، والتي شملت كل من فاطمة الهاشمي مغنية أوبرا وفنانة والتي سوف تنضم إلى برنامج الفنون المسرحية في الجامعة، والدكتورة عفراء عتيقة شاعرة وباحثة ومدرسة فنون تتمتع بخبرة في الشعر العربي والإنجليزي والفرنسي، وسوف تنضم إلى قسمي اللغة الإنجليزية ودراسات اللغة العربية والترجمة في الجامعة، والدكتورة نجاة مكي وهي فنانة بصرية إماراتية رائدة ستعمل في كلية العمارة والفن والتصميم لإلهام وتوجيه المبدعين الناشئين. وتخللت الحفلة مشاركات من الفنانات المقيمات. سر الخلود